فلذلك الحقيقه بنشوف هذه التحركات الدبلوماسيه، على سبيل المثال زياره بوتين لايران، هو بيحاول تكوين تحالفات جديده، خصوصا بعد توجيه ضربه موجعه جدا لروسيا، هو تجميد نص الاحتياطي الروسي التي كان يبلغ 300 مليار، نص هذا الاحتياطي تم تجميده داخل البنوك الغربيه ولا يستطيع الحصول عليه. ولاول مره لا تستطيع روسيا ان تسدد اجزاء من الديون السياديه التي يعني عليها. فهناك لعبه عد اصابع، لكن هذه الحرب ستستمر الى ان يعني يكون هناك اوكرانيا تستطيع استعاده الكثير من الاراضي. لما اوكرانيا تستطيع ان توجه ضربه قويه لروسيا سيرضخ بوتين وسيرجع الى المفاوضات، وهذا ما نتمناه، انه يحصل مفاوضات ويتم حل الموضوع بشكل سلمي. لكن طالما هناك تفوق روسي بشكل عام ستظل هذه الحرب مستمرة.